جديدة يعني مكملة لحزمة من استضافات الرياضية العالمية التي استضافتها المملكة العربية تحت سقف رؤية 2030. ما مدى أهمية هذه الاستضافة العالمية التي سنشهدها في كورنيش جدة مبدأ نوفمبر 2021؟ أكيد هند، خليني أبدأ بصانع خارطة الطريق صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عندما قال كل عناصر النجاح موجودة لخلق شيء عظيم وكبير في المملكة العربية السعودية. واليوم الأمير التركي الأمير عبد العزيز بن تركي ينقل هذه الصورة على أرض الواقع، وشفنا أحداث كبيرة جدا المملكة العربية السعودية، السوبر الإيطالي، السوبر الأسباني، المصارعة، فعاليات كثيرة جدا. صحيح. وأنا أعتقد هذه الخطوات سوف تغير يعني النظرة إلى المملكة العربية السعودية. نعم، المملكة تبهر العالم بفعالية تلو الأخرى سواء كانت ثقافية رياضية أو يعني فنية. نعم. فورمولا 1، البحرين، أبو ظبي، المملكة العربية السعودية في كورنيش جدة. أنت عارفة الرياضة قريبة للقلب دائما وتعطي أفضل انطباع عن كل دول العالم، فما بالك في رياضة تعتبر من أشهر رياضات العالم. ترى في كثير من دول العالم عندهم سباق الفورمولا أشهر من كرة القدم للعلم يعني. فلذلك وبعدين السياحة والتشجيع على دخول المنطقة، بالتأكيد هذا إنجاز تاريخي يعتبر للمملكة في مجال الرياضة، خصوصا الفورمولا. الفورمولا تعتبر الرقم واحد في العالم كله والأكثر مشاهدة للعلم يعني. نعم دكتور، يعني هذه الشراكة التي ستمتد على مدى 15 سنة بدعم من ولي العهد، ممكن أن نقول ربما سترفع سقف أحلام المملكة العربية السعودية، خاصة بعد كل الاستضافات العالمية السابقة. أكيد، وهذا ما تبحث عنه اليوم المملكة العربية السعودية، إظهار الصورة الحقيقية للتغيير اليوم اللي حاصل. وشفنا الرؤية 2030، لذلك حنشوف فعاليات كثيرة، مناسبات كثيرة تجعل المملكة العربية السعودية في قمة دول العالم. نعم، ماذا يعني يعني هذا الإعلان؟ ممكن يعني سؤال هيك للمشاهدين بالنسبة لعشاق الفورمولا 1 سواء في المملكة العربية السعودية أو في منطقة الشرق الأوسط ككل. دكتور بكمل معك. كان اليوم إذا نتكلم اليوم كجماهير أكيد راح تغير الصورة النمطية اللي الناس اتعودت عليها. اليوم لما نشوف هذه المناسبات تفتح آفاق حتى للشباب السعودي سواء شباب أو سيدات. اليوم وتكلم الأمير عبد العزيز في هذه الصورة إنه حنفتح حتى لكثير من السيدات وللشباب إنهم عندما يشاهدوا هذه الصورة هم يكونوا في المقدمة لهذه الرياضة اللي لديها مشاهدين كثير ومتابعين. نعم، إذن إنها المملكة العربية السعودية تحت سقف رؤية 2030. راح نروح لأول فاصل بعد الفاصل.